هذا البرنامج برعاية زين. حياكم الله مشاهدينا بكل خير، أنا نهى علي وسوف أرافقكم في جلسة الأعمال لهذا اليوم، ومن ضمن عناوين هذه الجلسة: قطاع العقارات السكنية في دبي يشهد تراجعا ب 10% في العام الماضي وتوقعات من انخفاض حدة التراجع هذا العام. الخليجيون يحجمون عن شراء العقارات البريطانية قبيل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقعات بارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 1,300,000,000 دولار في العام الحالي. أهلا بكم مشاهدينا إلى جلسة الأعمال. وقعت قطر والهند مذكرة تفاهم تتيح للصندوق السيادي القطري الاستثمار في الهند، وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء الهندي خلال زيارة للدوحة. وتندرج هذه المذكرة في إطار 7 اتفاقيات ثنائية وقعت في اليوم التالي من زيارة المسؤول الهندي لقطر. ووصف رئيس الوزراء الهندي هذه الاتفاقيات بأنها حيوية. وأكد شون كيلي وهو مدير مشروع بلاس فانتوم بأن المشروع يحقق نقلة نوعية لسوق الرفاهية في قطر، مشيرا إلى أنه من المتوقع اكتمال هذا المشروع في 2018 بتكلفة قد تصل إلى 5 مليارات ريال. وأظهر التقرير السنوي لاتحاد الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بأن الاستثمارات في هذا المجال وصلت إلى 1.5 مليار دولار في 2015. وكشف عماد غندور مؤسس اتحاد الأسهم الخاصة في لقاء مع CNBC عربية أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر جذبا لهذا النوع من الاستثمارات، في حين جاءت السعودية في الترتيب الثاني. السنة اللي فاتت 2015 اللي هو بيتضمنها التقرير السنوي تبع الجمعية أشار أنه حجم الاستثمارات بالأسهم الخاصة كان حوالي 1.5 مليار دولار، وهو تقريبا نفس المستوى اللي كانت السنة اللي قبلها 2014. ما في أي تغيير بحجم الاستثمارات، والتطلعات لل 2016 أنه تبقى كمان بنفس الحدود تقريبا. دائما كانت الامارات من اهم ديستنيشن للراس مال الجريء بسبب الانفتاح الاقتصادي الموجود بدوله الامارات. بعدين السنه هاي كان في السعوديه نمبر 2 بسبب يعني بضع الانفستمنتس الكبار اللي صارت، مثل الاستثمار بشبكه مطاعم كودو كان استثمار كبير كمان، هيدا يعني ساعد. وبعدين في عندك بعد لبنان كان كمان بالمراتب الاولى الخمس الاولى بسبب الاستثمار بعدد من شركات التكنولوجيا، عدد كبير من شركات التكنولوجيا بلبنان. القطاع الاول هو اللي بنسميه نحن كونسيومر سيجمنت، معنى التعليم، الصحه، البيع بالتجزئه، كل شيء له علاقه بالمستهلك بشكل عام، لانه المستثمر عم بيلاقي فيه نوع من الاستابيليتي، اوكي، بعكس القطاعات الاخرى مثل الاويل اند غاز او غيرها، بس عم بيلاقي فيه استابيليتي بالمداخيل والارباح. أكد غندور بأن تراجع أسعار النفط لم يكن له أي تأثير على الاستثمارات في الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، لأن هذا النوع من الاستثمارات يأتي عكس الدورة الاقتصادية، موضحا أن السياسات الاقتصادية للدول هي عامل حاسم لجذب هذا النوع من الاستثمارات. التأثير صراحة مش موجود، يعني لأنه الاستثمار بالبرايفت اكويتي بشكل عام بيمشي بعكس الدورة الاقتصادية. وقت تكون في يعني انكماش بالاقتصاد الاستثمار بيزيد، وهذا اللي متوقعينه، وهذا اللي صار السنة اللي فاتت ومتوقعينه للسنة 2016، والعكس صحيح. يعني السياسات الاقتصادية اللي بتنتهجها الدول بشكل عام مدى تأثيرها على تشجيع هذا النوع من الاستثمارات بالأسهم الخاصة ورأس المال الجريء؟
ولا الدراسة اللي سويناها يعني أثبتت في عنا مثال جيد اللي هو لبنان، اللي هو بلد يعني سياسته الاقتصادية يعني عندها مشاكل وبشكل عام عنده مشاكل، بس لحسن الحظ عم بيشجع الاستثمار بشركات التكنولوجيا، وكان رقم 2 بلائحة الاستثمارات، حوالي تقريبا فوق 50 استثمار بشركات التكنولوجيا. بالمقابل عندنا يعني السياسة الاقتصادية وخصوصا السياسة النقدية تبع مصر اللي حدت من التداول او الكونفرتبيليتي تبع الجنيه للدولار والعكس، اوكي عم تاثر على الاستثمار بمصر. بنشوف مصر اللي كانت دائما تجذب الاستثمارات تبع البرايفت اكويتي تراجعت بالمرتبه الخامسه هلا. وكشفت مؤسسة نايت فرانك عن أن قطاع العقارات الإماراتي قد شهد نموا متباطئا خلال النصف الأول من 2016، متوقعة أن يتباطأ نمو قطاع العقارات السكنية في الإمارات في النصف الثاني من هذا العام. المزيد في هذا التقرير. السوق العقارية في دبي، وعلى الرغم من كونها وجهة عقارية مفضلة للعديد من المستثمرين على مستوى العالم، لم تكن ببعيدة عن الظروف الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الإماراتي والعالمي في آن واحد، إذ أثرت هذه الظروف بشكل أو بآخر على جاذبية هذا القطاع في الآونة الأخيرة. فأسعار العقارات في دبي تعيش موجة بطيئة من الانخفاض في العام الحالي، وذلك بحسب ما ذهبت إليه شركة جونز لانج لاسال التي توقعت أن تواصل هذه الأسعار تراجعها في الفترة القادمة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن وتيرة الانخفاض ستكون بوتيرة أبطأ مما تسجله في الفترة الراهنة. في حين أشارت مؤسسة نايت فرانك للعقارات إلى أن القطاع السكني في دبي قد شهد تراجعاً بنسبة 10% في العام الماضي، وأن حدة هذه التراجعات خفت كثيراً في الربع الأول من العام الجاري. عوامل داخلية وخارجية كانت وراء التراجع الذي شهده السوق العقاري في دبي، إذ تسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط في ضغوط غير مباشرة على سوق العقارات في الإمارة، ولا سيما مع اتجاه العديد من المؤسسات إلى التقليص من عملياتها وسط هذه التقلبات، في حين كان لتراجع العملات أمام الدولار دورا مؤثرا أيضا، ولا سيما أن الطلب الخارجي يشكل المحرك الرئيسي للعقارات في دبي بشكل خاص الطلب من قبل المستثمرين الروس الذين تراجعت قوة استثماراتهم بشكل ملحوظ بعد التراجعات الحادة في قيمة الروبل. تباطؤ مستويات نمو قطاع العقارات في دبي لا يخفي النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع، إذ أن التزام حكومة دبي بالإنفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية والتوقعات التي تفيد بزيادة معدل النمو تجعل منها وجهة مفضلة للاستثمار حتى في أسوأ الظروف. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيدة دانا سلبق، وهي رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك. مرحبا بك سيدة دانا. لنتحدث بداية، يعني دائما الحديث كان يجرنا أن هناك عرض أكثر من الطلب باعتبار أن هناك تزايد في عملية الوحدات التي تعرض في السوق حاليا. هل هذا من ضمن الأسباب التي تؤثر على التراجعات؟ وهل برأيك أننا سنستمر في تسجيل هذه المعادلة أنه وجود عرض أكثر من الطلب؟ نعم. لنحط المشاهدين بصورة general picture عن الوضع الحالي. مثل ما قال التقرير تبعكم، شهدنا قريب 10% انخفاض بأسعار الشقق في دبي خلال سنة 2015. بالربع الأول من سنة 2015 شهدنا تراجع ضئيل جدا. 2016 أول ربع من 2016 شهدنا انخفاض ضئيل جدا قريب 1%، مما بيشير أنه السوق العقاري تقريبا بلش استقراره حاليا. يعني كم ربع نحتاج برأيك دانا يعني حتى نقول أن الأسعار استقرت، يعني عمليا تاريخيا، يعني هذا 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 الشكل من الدراسات كم يأخذ يعني كدراسات يعني تاريخية؟ بالربع الثاني اللي هو عندك مرحلة الصيف ورمضان نتوقع أن يكمل هالاستقرار معنا. إذا بده يصير في أي بيك أب أو أي نمو بالقطاع العقاري بده يكون بآخر ربع بالسنة أو 2017، يعني من هلا لآخر السنة نتوقع استقرار. يجوز أنه في معدلات نمو ببعض المناطق في دبي، ولكن إجمالا رح يكون في استقرار من هلا لآخر طيب السنة. من الذي فعلا يعني يحدد كيف يعني نأخذ استقراء عن هذه المناطق
المنطقة أنها يعني أسعارها قد تبقى مرتفعة على عكس مناطق أخرى، ما الذي يحددها؟ هل نتحدث عن ربما قربها من مناطق رئيسية؟ هل نتحدث أيضا عن مستويات التأجير إن كانت منخفضة أو مرتفعة؟ يعني هل بدأت أيضا بالنسبة لأسعار تأجير الوحدات تلعب دور في الإقبال عليها؟ نعم طبعا، الأسعار الأجارات وعندك الطلب اللي هو عامل أساسي، ومثل ما تفضلت قلت الطلب على الوحدات اللي قريب على المناطق الحيوية، for example دبي فاينانشال، دبي فاينانشال سنتر، مركز دبي المالي العالمي، عندك المناطق بداون تاون حواليها عم يكون الطلب قوي عليها لهي المناطق لقربها من خلال العالم اللي بيشتغلوا بالفاينانشال سيكتور وبالاقتصاد. مناطق مثل مارينا والجي ال تي هي مناطق حيوية عم بضل الطلب عليها كمان عالي، بمجرد انها قريبة من مترو ستيشنز، من شارع الشيخ زايد، من ميديا سيتي، يعني اي مساكن قريبة على مناطق حيوية من دبي بنتوقع انه يضل فيها الاستقرار او النمو اسرع من مناطق اخرى فيها الانفراستراكشر او البنى التحتية مش كتير developed. نعم. مثل هاي المناطق. نعم. طيب لنتحدث ايضا عن بعض يعني واضح انه كمان بعض الشركات تلجا الى عمليه يعني تخفيض التكلفه وخفض وظائف، وهذا الامر يؤثر بطبيعه الاحوال على القوى طبعا الاستهلاكيه والقوى الشرائيه. نعم. للمقيمين، كيف نعم. هذا الامر يؤخذ بعين الاعتبار؟ يعني هل نتحدث ان هناك يعني ناس يفقدون وظائفهم، هل من الممكن ان تؤثر على وضع يعني وضع حركة العقارات؟ على الطبع، بالطبع، يعني إذا بتفكري فيها كإكويجن، بس يقلوا الوظائف بس يكون في تقليص بالوظائف عم يكون في تقليص بالطلب، ولكن عم نشوف هالشيء أكثر بأبو ظبي مش بدبي. بأبو ظبي أثرت التقلبات العالمية والإقليمية على العمليات العديد من الشركات او العديد من الصناعات، وعلى هالاثر صار في تقليص من عدد الموظفين ومن عدد الاوبريشنز العمليات تبعونا بابو ظبي، فشفنا الطلب شوي قل بابو ظبي اكثر من دبي. بدبي الطلب بعده قوي، بعده مستقر نسبيا، في العديد من القطاعات اللي هي مش اويل ريليتد، يعني قطاع الفنادق صحيح شفنا تباطؤ بقطاع الفنادق، ولكن بعده هو جزء كبير من الجي دي بي تبع دبي، يعني بعده قطاع من الناتج المحلي. المحلي. ونفس الشيء نفس الشيء الفاينانشال سيكتور، عم نشوف عده البانكس او الانترناشونال كوربوريشنز، مؤسسات مصرفيه اللي عندنا الهيد كوارترز بدبي، عم بقللوا او عم بخففوا من عملياتهم، ولكن بعد في يعني بعد موجودين في دبي وبيصيرون انه يبقوا بدبي. نعم. طيب حتى عم نلاحظ يعني من خلال لقاءاتنا والتقارير التي تاتينا انه هناك سيبقى التوسع واضح بالنسبه لقطاع التجزئه، يعني بناء المزيد من مراكز التسوق، حتى بناء المزيد ايضا من مراكز لها علاقه بالرفاهيه وحتى الفنادق. طيب هذا الأمر على أي أساس يمكن فعلا أن نتوقع له أن ينمو؟ يعني كيف يعني هل هناك من خطة إشغال واستيعاب لمثل هذه المراكز؟ هل تحتاج فعلا الإمارة بهذا الوضع لهذا الكم من المراكز؟ نعم طبعا، صار في كثير حكي من لما دبي ربحت الإكسبو 2020، صار في كثير حديث انه 20 مليون تورست او باسنجرز رح يجوا على دبي، وصار في كريشن ثيم باركس وهوتيلز اند هوسبيتاليتي، يعني الحكومه ملتزمه بالانفاق على البنى التحتيه اللي هي توردز الاكسبو، ان كان الثيم باركس اللي حكينا عنهم او اكستنشنز للمترو، المواصلات، تحسين المواصلات، وكل هالشيء ليستوعب عدد الزوار المتوقع يجوا. نعم. يعني من هلا لل 2020 في خطه اللي هي اي شيء تحديدا عم بينبنى towards الاكسبو رح يضل مكمل. طيب. سيبقى مكمل، لكن يعني نحن نتحدث عن 20 مليون او اكثر قليلا فيما يتعلق بزوار اكسبو الذين سيستمرون لسته اشهر. طيب هذه ستستمر فقط لهذه المرحله، يعني عمليا سياتون في يعني متوقع ان ياتون دفعه واحده بهذه الفتره القصيره. طيب ماذا بعد؟ يعني هل يعني ان نبني كل هذا الكم لعدد سيكون كبيرا لكن لفتره محدوده؟ نعم. هلا في مثلا اذا بتطلع على دبي استراتيجي اللي هي 2021 اللي هي ما بعد الاكسبو 2020، فيها يعني فوكس على غير اشياء اللي هي التعليم والصحه، يعني كمان دبي عم بتمركز حالها كمدينه عالميه للهيلث كير بروفايدز وللتعليم، يعني متوقع انه مش بس عالم يجوا للسياحه، حيكون في بعد عوائل اكثر، يعني يكون في مايجريشن اكثر على دبي لكل هالبنفيتس اللي هن هيلث كير وادكيشن، مش بس الانترتينمنت والهوتيلز.
and tourism. ماذا عن دائما هذا السؤال الذي دائما ما يسأله الكثيرون فيما يتعلق بأسعار الإيجارات؟ هل تحقق حركة تصحيح بأسعار الإيجارات سيدة دانا؟ أسعار الإيجارات مثل ما شفنا السنة الماضية ما صار في أي تصحيح بأسعار الإيجارات. لهلا بعدنا عم نشوف استقرار بعده، وهالشيء بدل على إنه الطلب بعده قوي على الشقق السكنية في دبي. من ناحية انفستمنت، الريتيرن أو المردود على الانفستمنت عم بيكون قوي لأنه الإيجارات بعدها محافظة على استقرارها. نتوقع إنه يصير في تصحيح بطيء أو يعني لا يذكر من هلا لاخر الصيف، بس ما نتوقع انه يصير في تصحيح بمعدلات مثل ما شفنا بقطاع بمعدلات الشراء. نعم، اشكرك سيده دانا سلبق، وانت رئيسه قسم الابحاث ابحاث الشرق الاوسط في نايت فرانك، اشكرك على وجودك معنا. اهلا بك. اذا ما زلنا في جلسه الاعمال وفيها بعد الفاصل، الكويت تقلص عجز الموازنة العامة. تقرير أصدرته شركة الشال للاستشارات الاقتصادية عن بريقة أمل في أن تخف حدة العجز الذي تعاني منه موازنة الكويت إلى حدود 5 مليارات دينار إثر زيادة أسعار النفط. التفاصيل في هذا التقرير. يبدو أن الاقتصاد الكويتي الذي أرهقت بنيته سيناريوهات مظلمة لتوالي الأزمات عليه قد بدأ يلتقط أنفاسه بعد صعود أسعار النفط. فقد ذكر تقرير صادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن زيادة أسعار الذهب الأسود ستسهم في تقليص عجز الموازنة إلى 5 مليارات دينار، لا سيما أن اقتصاد الكويت يعتمد بشكل أساسي على النفط كسلعة رئيسة، حيث يبلغ احتياطها المؤكد نحو 7.4% من احتياطيات النفط الخام في العالم. بارقة الأمل التي جاء بها التقرير نوهت إلى أن معدل سعر النفط في مايو يزيد بنحو 16.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 65.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 25 دولارا للبرميل، إلا أنه أدنى بنحو 3.7 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة الذي كان يبلغ 45 دولارا. المقارنة التي أجراها التقرير بين السنة المالية الحالية والفائتة في ثاني اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو خلصت إلى أن السنة 2015-2016 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولار، وهو ما يؤكد على أن ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً والتي اقتربت من مستويات 50 دولار للبرميل بأنها ستخفف من حجم الضغط على الموازنة العامة للكويت وتقلل من حجم العجوزات فيها. هي بيانات من شأنها أن تمنح اقتصاد الكويت التفاؤل في أن تتلاشى فجوة العجز شيئا فشيئا، لكنها في الوقت ذاته لا تقلل من أهمية أن تواصل الهيئات الحكومية بذل الجهود لتنويع مصادر دخلها وتطبيق الإجراءات التصحيحية، لا سيما وأن الخبراء وصندوق النقد الدولي قد حذروا مسبقا من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي وإخفاق الحكومة الكويتية في مواجهة هذه الأزمة، ليبقى لنا انتظار المجريات القادمة على أمل أن يرسو اقتصادها على بر الأمان. نور قاضي أمين، CNBC عربية. وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بأن احتياطات بلاده من العملة الصعبة قد انخفضت إلى حدود 6.1 مليار دولار في العام الجاري إلى 136.9 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، مضيفا بأن إيرادات الطاقة لن تكفي لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية حتى مع ارتفاع الأسعار، وتشكل إيرادات الطاقة حوالي 95% من إجمالي صادرات الجزائر وحوالي 60% من الميزانية العامة للبلاد.
وأيضا بدأت المصارف المصرية إجراء اتصالاتها مع شركات المحمول الثلاث بغرض التعرف على احتياجاتها المالية اللازمة لتمويل حصولها على رخصة الجيل الرابع التي تخطط الحكومة لطرحها. وتعكف المصارف على عقد اجتماعات مع مسؤولي شركات الاتصالات المختلفة لدراسة احتياجاتها المالية لتعزيز فرص حصولها على رخصة الجيل الرابع، والمتوقع أن تتجاوز قيمة القرض حوالي 4 مليارات جنيه. وتتفاوض الشركة المصرية للاتصالات للحصول على تمويل كبير يقدر بنحو 5 مليارات جنيه، كشفت عنه الأسبوع الماضي. ويحجم المستثمرون الخليجيون عن عقد صفقات جديدة في قطاع العقارات البريطاني بسبب الخوف من انهيار أسعار العقارات إذا ما انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب شركات السمسرة العقارية، تراجعت قيمة العقارات السكنية في المناطق الراقية التي يفضلها المستثمرون الخليجيون في بريطانيا ما بين 3.5 و7.5% على أساس سنوي في مايو أيار الماضي، نتيجة لانخفاض الطلب عليها. وأيضا اتفقت الشركة العقارية السعودية مع ستار وود الأمريكية للفنادق والمنتجعات على تشييد فندقين في الرياض، في ضحية تنوي الحكومة تحويلها إلى منطقة عالمية للشركات. وقالت العقارية السعودية أن ستار وود ستدير فندقا من فئة الخمس نجوم تحت علامتها التجارية، وأيضا فندقا آخر من فئة الأربع نجوم. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوق دوت كوم مصر للتجارة الإلكترونية عمر الصاحي، قال بأن الشركة تتوسع بنشاطها في السوق المحلية متشجعة بقفزة مرتقبة في القطاع خلال العام 2016، مضيفا أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر قد وصل إلى حدود 770 مليون دولار، وذلك في العام الماضي 2015، وسوف يصل إلى 1.3 مليار دولار خلال 2016. يذكر بأن عدد شركات التجارة الإلكترونية في مصر يصل إلى نحو 144 شركة. أما في قطر فقد كشف مجمع شركات المناعي أنه أتم ترتيبات الاستحواذات على حصة مسيطرة وبنسبة 51% في جي اف اي انفورماتيك الفرنسية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأشارت الشركة إلى أن عائدات جي اف اي انفورماتيك تبلغ ما يقارب 900 مليون يورو، ويعمل لديها حوالي 12,000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا أيضا ومن دول أخرى. إذن ومشاهدينا انتهت فقرات جلسة الأعمال، وهي أول جلسة أعمال في شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.